حمايه البيئه بلبنان اساسي لحيلا منهج اقتصادي بدنا نشتغل عليه، خصوصا بهذا الوضع الاستثنائي اللي نحن فيه. عايزين الموارد الطبيعيه اللي موجوده بلبنان لكل القطاعات الاقتصاديه، ان كانت للسياحه ولا للزراعه ولا للصناعه. اذا ما عندنا بحر نظيف وما عندنا مي منا ملوثه وما عندنا أراضي محمية، بالآخر السياحة بلبنان رح تتأثر وما رح تقدر تكبر. نفس الشيء بقطاع الزراعة، يعني تنقدر نكبر نكبر هذا القطاع ونصير ننتج أكثر مواد زراعية لازم يكون عندنا مي نظيفة. أولاً بديش ردة فعلنا إيجابية على المحطة لكل هالبشر الموجودين هون، نحن أولادنا وأحفادنا كلياتهم عم يسبحوا هون، وبنعتبر إنه المي كتير نظيفة، كنا نعالج نحن الوسخ هون نكرره ونبعته على البحر بشكل نظيف. بعد إنشاء هالمحطة صرنا عم نكب ديركت بالمجرور العام، والليفت ستيشن تبعت أنفي هي عم توديهم على المحطة. من الضروريات جداً إنه ننشاء هيك محطة لانه عم بتشيل هالتلوث كلياته من البحر، وخاصه نحن قضينا بالسنين الاولى قبل انشاء هالمحطه من فتره تلوث كثير كبيره بالبحر. بتمنى انه كل لبنان يتجهز بهيك محطات لينظف بحرنا، بحرنا من انظف البحر ومن اجمل البحور بالمنطقه.